اسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر الشركة المتحدة ورئيس مجلس الإدارة وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الأنشطة الطلابية من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفقدناها النهاردة. الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه ان في كورال في الجامعات ومجموعات أصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة، فاحنا اتفقنا ان هيبقى فيه أسبوع لكورال الجامعات. وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الأسبوع ده، هيبقى في تنافس طول الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية وفي ختام لهذا الأسبوع، هنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا. في حاجة كمان مهمة جدا الحقيقة، أول مسلسل درامي بيجمع الحياة اليومية لطلاب جامعاتنا على مدى 30 حلقة، وبنشوف ازاي الحياة الطلابية اللي موجودة في جامعاتنا، ازاي الطلبة سواء الطلبة المصريين او الوافدين او من كل الدول، اللي دلوقتي بقى حجم الوافدين الحقيقة اللي بيتلقوا التعليم في جامعاتنا كبير، فاحنا بنوري ازاي جامعاتنا بقى فيها طفرة، البرامج اللي موجودة الجديدة اللي بتخدم وظائف المستقبل وسوق العمل، بنوري البرامج الجديدة بالمعامل الجديدة بحتى ربطها ازاي بسوق العمل. ده كله الحقيقة هيبقى موجود من خلال مسلسل درامي برضه بالتعاون مع الشركة المتحدة. فالعديد من الأنشطة الحقيقة موجودة، والدعم الكبير من الشركة المتحدة إن شاء الله. الحقيقة أنا سعيد بوجودكم هنا السنة دي، وإحنا السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، ومنتهى الأهمية الحقيقة إن أنتوا تيجوا وتتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. وانا بشكر معالي الوزير، يمكن احنا تعاوننا مع الوزاره تعاون كبير، مش بس في العالمين، احنا بنعمل برنامج جنزي مع بعض، وفي فكره مسلسل كمان ان شاء الله بنطورها وهنعملها مع بعض. وشكرا لكم جميعا.